قلقها. علاش الزبلة بس؟ نظافة المحيط والثقافة الصحية تندرج كلها ضمن تطور العقلية ونشر متطلباتها خاصة بالقرى والأرياف. خبر أليم عاشته عائلة من بير الحفي بسيدي بوزيد بعد تلقي نبأ وفاة ابنتهم ذات 8 سنوات جراء إصابتها بمرض الالتهاب الكبدي صنف A، مرض معد وجب التفطن إليه ومراقبة أتراب المتوفاة من التلاميذ وأصدقاء الحي. كثير من الحزن واللوعة والأسى تلقت عائلة حاتم العكريمي ببير لحفي من ولاية سيدي بوزيد نبأ وفاة ابنتها أنس صاحبة 8 سنوات بمستشفى سهلول بسوسة إثر إصابتها بمرض التهاب الكبد الفيروسي A. بتاع بنتي هذا فهمت لله فقنا بيه حكيت عنده 20 يوم والطب فهمت لله أنا هناك كله قالوا لي لباس فهمتني كي نلقى حالة بنتي مش مستقرة هزيت جواب من عند طبيب خاص ومشيت بها السهلول بعد بنهارين توفيت البنية. عكرت حالتها ودخلت بنتي في غيبوبة، بنتي في نهارين في غيبوبة من اللي هزيناها لسبيطار سيدي بوزيد دخلت في غيبوبة. أحد الأطباء الذين باشروا حالة أنس أكد أن تعكر حالتها الصحية المفاجئ يعد حالة نادرة جدا لهذا النوع من مرض التهاب الكبد الفيروسي A. وهي تعكر كومبليكاسيون تري رار نتاع الهيباتيت واحنا بداية من يوم نهار الاثنين ان شاء الله نمشوا للمدرسة والأهل باش نقوم بتدعيم التثقيف الصحي والبحث الوبائي للوقاية من هذا المرض اللي هو معدي ونجم ينتشر بسرعة. انتشار مرض التهاب الكبد الفيروسي خصوصا في الوسط المدرسي والريفي يطرح من جديد ضرورة تكثيف المراقبة والتثقيف الصحي للحد من هذا الداء القاتل. باش نجم نقضوا عليه لابد زاد من تثقيف صحي داخل المؤسسة التربوية معتها في الوسط الريفي ثم معتها مدارس ما عندهمش مياه صالحة للشرب. كل مرة وين نشكوا ثم حالة نمشوا المدرسة نعملوا تثقيف صحي لجميع التلاميذ ناخذوا عينات متاع الماء تثقيف صحي لأن هذا مرض يتحول خاصة وينتقل عن طريق الماء الملوث وقلة النظافة. وفاة الطفلة أنس العكريمي تعد الحالة الثالثة في هذه السنة من حيث الوفيات بداء التهاب الكبد الفيروسي في ولاية سيدي بوزيد، وأمام الجهات المعنية تعزيز المراقبة الصحية قبل فوات الأوان. نشرتنا متواصلة مشاهدينا الكرام.